هدفنا نصمم دورات ذكية مشان نحول البيت لبيت ذكي براقب بيته بالكامل عن طريق الهاتف، بإمكانه يطفي أو يشغل أي جهاز كهربائي عن طريق الهاتف. هذا الفريق شكلناه بداية العام الدراسي، بلشنا نشتغل من دارات قياس مستوى الخزان، دارات تحكم، هلا متجهين نحو دارات التحكم الصناعي، تحكم بالمصانع، تحكم بغرف التبريد، تحكم بخطوط الانتاج، كله عرضه على الموبايل، اتمته المنزل، منظومات الطاقة، المصانع بتتمنى انه يصير في هيك شيء، يعني التحكم عن طريق الموبايل، تحكم شيء يصير في شيء ذكي. الصعوبات اللي عم تواجهنا هي عدم توفر القطع الالكترونية اللي بتستخدم بهذا المجال، وغير هيك يعني احتكار من بعض التجار لانه هي ممنوعة عند الدخول، فسعرها غالي جدا، بالخارج سعرها زهيد. انشأنا عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وعم نروج على نروج المنتجات اللي عم نسويها عن طريق هاي الصفحات، وعم نعمل جولات ونعرض منتجاتنا لاصحاب المحلات المختصه بهيك امور. وهدفنا هو انشاء اول شركه سمارت هوم في شمال المحرر وتصديرها للخارج.